علاء بوخرجو، هل ما هي آخر المعلومات التي تصل إليك؟ لحد إلى الساعة الآن؟ كاين واحد إلى الآن كاين واحد مجموعة من المستغوّرين اللي كيسميو الجمعية الرياضات الجبلية والبيئة اللي هي فوقهم في عين المكان، كيقولوا بنفس الشيء بأن الفرق بداو كيحاولوا أنهم يحفروا أفقيا، ولكن كيكونوا بعض الانهيارات من ما بين الفينوس والأخرى. هما في انتظار ان السلطات الساكنه بعد انها تفتح المجال للناس، وكيستناو هذه العمليات الحفر باش يشوفوا الطريقه اللي يقدروا يتعاونوا بها تما. طيب أنت على تعرف السيد الذي حاول إنقاذ هذا الطفل حكى أن هناك صخرتين تقريبا تمنعانه من ذلك، منعتاه من ذلك، وحكى كيف أن الأمر كان صعبا جدا عليه كذلك، حاول مرتين أعتقد. هو حاول جوج المرات، الأخ عماد فامي حاول المرة الأولى ونزل تقريبا واحد 17 متر، والمرة الثانية تجاوز 26 متر. ولكن المشكل هو أن ما نعرفه من خلال عماد وهي موثوقة أن الطفل استجاب له من خلال الأنين، سمع صوته. طبيعي بالضبط، خصوصا في المرة الثانية، بحكم أن في المرة الثانية كان قريب المستوى اللي فيها الطفل رايان، اللي كنت منه الأولى أنه يخرج سالم من هذا الحالة هذه. كان قريب منه واستجاب ليلو، ولكن المشكل في هذا البئر هذا هي ان كل ما حاول انه يهبط فيها شي واحد، كل ما انها كتزيد ضيق لقى شديد. حفر صناعيه، يعني ماشي شي بئر ولا شي بئر ديال شي مغاره ولا شي ديك من البئر اللي هي كبيره شويه. لذا هنايا فين كتكمن الصعوبه، عاد كيكونوا شي الانحرافات داخل هذه البئر هذه هي اللي كان تعرض لها عماد. يعني جوج المرات هو كيحاول باش يهبط بواحد الطريقه عموديه بحته، ولكن ما قدرش في هذا السياق هذا.